اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء. كما كتشوفوا حنا متواجدين بحي مولاي رشيد. حي مولاي رشيد اللي ولا عباره عن الحي كله عامر اشغار، ولا واحد يعني حي، يعني فيما كدوز من شارع كتلقاه انتردي، كله مختنق بالاشغال واختناق مرور كبير. كما كتشوفوا حنا اضطرينا نرجعوا من هذا الشارع هذا، لانه الشارع الرئيسي ديال مولاي رشيد اللي عند الرونبوان الكبيره كله يعني عامر بالاشغال، يعني عامر كله كاين يعني الرموكات يعني واقفين تما، يعني واحد الاكتضاد مروري كبير بزاف. هنا يعني ولا معروف يعني بحي مولاي رشيد بالكم الهائل ديال الاشغال، ولينا ندوزو فما كندوزو مشي درب شي زنقه كنلقاو كم هائل من الاشغال، وكاين واحد الاختناق مروري كبير في الشارع الرئيسي، لانه كله يعني واقف، سواء رونبوا الكبيره يعني واقفه بالاشغال هذه راه مده طويله، مده يعني راه واحد المده يعني طويله بزاف، وكذلك حتى الشارع راه واحد الشارع يعني لمده طويله هو يعني فيه الاشغال، ولكن حتى الساعه ما كاين حتى شي حاجه. حنا كنشوفوا كاين الاشغال لا في الرونبوان لا في الشوارع، ولكن شي حاجه جديده لحد الان يعني مازال ما كاين حتى شي حاجه. هذا الاشغال كله يعني ما كيسبب غير الا الاختناق المروري، خصوصا يعني في الفتره يعني المسائيه والفتره ديال الصباح، لانه يعني كلشي كيخرج يعني الخدمه ديالو كيولي واحد الاكتضاد، هذه من جهه، ومن جهه ثانيه انه الاختناق المروري يعني الاشغال بكثره كنلقاو يعني لي زانتيردي بزاف، كنلقاو يعني اشغال واصله حتى لنص الطريق، يعني عوض لا كانت الطريق كدي وكتجي وكتولي غير كدي، فهذا واحد المشكل اللي كبير بزاف. تقريبا راه مولاي رشيد يعني شحال تقريبا مولاي رشيد في الاشغال ديالو؟ شي واحد 3 سنين ولا 4 سنين، ف3 سنين ولا 4 سنين تقريبا باش مولاي رشيد راه يعني نفس الحاله الكارثيه اللي فيها لازال مولاي رشيد كيف ما هو، يعني راه بالعكس يمكن هذوك الاشغال زادوك يعني كرفصوا الدنيا. كما قلت لكم حنا اضطرينا نرجعوا من هذا الشارع هذا، لانه الشارع كله مبلوكي تما، يعني كله يعني اشغال، وكان طبيعه الحال حادثه سير اللي هي ديال واحد الرموك تما، فكتسد يعني الاشغال وزيد حادثه السير، فراه الاشغال هما اللي كيسبوا حوادث السير حاليا. دابا ولينا كنشوفوا يعني كازا بصفه عامه يعني ولات كلها اشغال، فين ما دزنا كنلقاو الاشغال، مشينا سباته اشغال، مشينا درب عمر الاشغال، حي مولاي رشيد الاشغال، يعني في كل مكان كازا يعني فيها الاشغال. وهاد الاشغال اللي ما كيسبب غير الاختناق المروري، والاختناق المروري راه كيسبب لي زاكسيدون، ولاو عندنا لي زاكسيدون في كازا بزاف بكثره، فيما ولينا كندوزو من شارع ولا شي زنقه كنلقاو لي زاكسيدون بزاف، وهادي راه يعني واحد الكارثه اللي كبيره بزاف ولينا كنشوفوها يعني مؤخرا، والسبب ديالها الرئيسي هاد كثره الاشغال اللي مع الاسف ماشي يعني تكون اشغال في واحد الشارع وداك الشارع يعني يوقفوه ولا شي حاجه بحال هكذا على ما يساليوه يدوزوا للشارع الثاني، وما بالعكس يعني كنلقاو يعني روينا في هذا الشارع، روينا في الزنقه الاخرى، روينا في الزنقه الثالثه، كيلقاو يعني كاع الشوارع كلها والازقه كلها يعني مرونين فيهم الاشغال، كيخليهم هذا كيسمحوا فيهم هكذاك فتره كيرجعوا لهم عاوتاني فتره ثانيه. راه فلا يعقل يعني واحد رونبوا يعني اللي كبيره كنلقاو فيها جوج ديال العمال، راه ما يعني شي حاجه راه ما كتدخلش للعقل، جوج ديال العمال لقاهم في الرونبوا، والناس يعني غير بيطاليين، الناس راه ما جالسين بلا خدمه، علاش ما يكثروش العمال ويساليو يعني هذيك الخدمه ديال العامين كتولي غير في 5 شهور، راه زعما صراحه لا يعقل. والناس يعني السكان ديال مدينه الدار البيضاء راهم ياكدوا الامر هذا، وبالخصوص يعني حي مولاي رشيد. بالمناسبه بما ان فيه حنايا حنا متواجدين فيه بحي مولاي رشيد، فراه يعني كارثه بزاف، الكارثه عظمى ولينا كنشوفوها هنايا بالحي مولاي رشيد، او يعني في مدينه الدار البيضاء يعني بصفه عامه اشغال يعني كثرات بزاف، الاشغال اللي تخافوا بزاف كاينين. فيعني هنا السؤال المطروح، شكون هو المسؤول ديال هاد الاشغال اللي موجوده في كازا واللي ما بغاش تسربه، شكون هو المسؤول ديالها؟ لان جينا نذكروا على حي مولاي رشيد مثلا اللي 4 سنين والاشغال لازالت كما تشوفوا انتم، الاشغال لازالت يعني كيف ما هي، راه لا يعقل. شوف الاشغال يعني كارثيه صراحه، الاشغال لازالت يعني مع شارع يعني مخفف شويه، جينا مع شارع يعني مخفف شويه، اما الشارع الرئيسي كما قلت لكم يعني راه كله مقطوع، لانه الحديثه السير راه كاينه تما، فيعني لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي راه ما ذكرناش يعني على المدينه ديال مدينه الدار البيضاء، يعني مدينه قديمه ديك تبارك الله، ديك نصف دائره نصف كره ارضيه اللي 12 عام وهي هكذاك، يعني حتى السنه هذه تقريبا هذه واحد 4 شهور تقريبا ولا 5 شهور باش يلا فتحوها، راه فلا يعقل صراحه، راه كارثه، راه بزاف هذيك الكره ارضيه اللي 12 عام ولا 10 سنين باش يلا فتحوا هذه واحد 5 شهور، راه كارثه عظمى. فدابا حنا كنساينوا الشوارع العموميه امتى يرجعوا كيف كانوا، او على الاقل غير كيف كانوا، ما راهم كانوا مكرفصين وزادوا كرفصوهم، فامتى يرجعوا كيف كانوا؟ راه فين لا يعقل انه في الشارع اللي دزنا منه كنلقاو الاشغال، راه ما يمكنش، راه الدار البيضاء فين ما ولينا كندوزو في شي شارع كنلقاو الاشغال، راه زعما راه الناس صراحه هنا الناس البيضاويين اللي ساكنين في كازا راه ملوا بهاد كثره الاشغال اللي موجوده، راه بزاف صراحه بزاف، ولا الانسان مستريسي غير بوحدو، الانسان سايق ولا مستريسي غير بوحدو، ما قادرش الصباح كيخرج يلا غسل وجهه حتى الفطور ما فاطرش، كيلقى ستريس ديال الاكتضاد المروري، الاختناق المروري، وهادشي كامل مؤديه الاشغال. واحد الحاجه اخرى، واحد النقطه اللي مهمه، راه الواحد كيكون يلا معول على واحد الطريق الصباح كيدوز منها حتى كيلقى انتردي، كيفاش وعلاش ما عرفتش، وباش يولي يرجع ويضرب الدوره باش يولي يرجع راه مشكله، راه الشارع كله مكتظ بالسيارات، فكيفاش غادي يقدر يرجع؟ راه هنا دار غادي يسبب حادثه السير، هذه حاجه طبيعيه. فيعني هنا السؤال المطروح، شكون هو المسؤول على الاشغال اللي موجوده بالدار البيضاء؟ والله يسهل عليه، يحاول انه يليبري لنا شويه كازا قدا شويه، على غير يخليها هكذاك، غير يفتح الطريق، غير يخليها مرونه كيف كانت، الا كان غادي بهذه الطريقه هذه ديال الاشغال 4 سنين 5 سنين 6 سنين ومازال ما كاين حتى شي حاجه، غير يخليها مرونه بلا ما يصلحها، غير يخلي الحفاري في الطريق بلا ما يصلحهم، ولا كان غادي تكون كارثه بحال هكذا، ما تصلحش حتى 4 سنين 5 سنين، وكاينين بلايص 10 سنين كيف ما قلت لكم، والناس ديال الدار البيضاء ما ياكدوا هذا الامر هذا. فكنتمنى ان الرساله تكون وصلت، فبالنسبه للمسؤول يبان يرفع اصبعه يقول انا هو المسؤول، وتكون عنده شويه الجرأه ويخرج للناس ويقاد البلاصه، يقاد الدار البيضاء كيف كانت، يقاد شويه ليبري لنا شويه الطريق، الا كان غادي يقول لك راني كنصلحها بلا ما يصلحها، بالنسبه لي انا بالنسبه للناس الساكنين هنا بلا ما يصلحها لهم، غير يسربي الطريق، لانه ولات المشكله ديال لي زاكسيدون ولاو بزاف، الحوادث السير ولاو بزاف، راه كارثه، كل مره راه شويه داخل فيك واحد من اللور، انت داخل في شي حد، راه لا حول ولا قوه الا بالله. فكنتمنى ان الرساله تكون وصلت، وبالنسبه للناس اللي كيشاهدون في هذه اللحظات، على امل ان نلتقي بهم في بث اخر بحول الله. الى اللقاء.